كوكو لي زامي، صافا لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، نهاركم داكم دايز مزيان وبخير. هانتوما سخاخن كندير الدواء واني سخاخن باقيين. نتوما صافا لاباس عليكم بخير؟ انتيليجونت مدرات ياك توجور توجور حبيباتي، واش باقا انتيليجونت مدرات ولا والو؟ اللي بغيت نضحك وما قدرتش البنات راه سخانه وفات كتبنز لك الفم ديالك ما كتقدرش باقي تهضري به، فهمتوا؟ كيتشد لك هنا هنا كله مشدود ليا وارم لي، راه غتشوفوا وارم. صافا لاباس عليكم؟ الوغ اليوم عرفتوا علاش جيت؟ جيت عند دعاء هنا الصباح، درت معاها الغونديفو مع العشرة، جيت عندها باش ندير البروتيين لشعري هو. ولكن سولتكم في الانستغرام كلكم، كاين كيقول لي حياه زوين، كاين كيقول لي حياه خايب، ولكن انا ما غاديش ندير البروتيين اللي على بالكم نتوما ولا اللي في دماغكم نتوما، ماشي البروتيين اللي كيرجع الشعر غاد ناعس. انا بغيت شعري ينعس ياك، انا شعري عزيز عليا فاش كيكون منفوخ، كندير معاه اي حاجه عجباتني كنعاد كنشنتفو كيعجبني، بحال دابا مشنتفه وعاجبني صافي. لذا انا هضرت مع دعاء قالت لي شوفي ما تخافيش، قال لي انت، قالت لي ما غاديش ندير لك البروتيين كوم ان بروتيين باش ينعس لك شعر، قالت لي غندير لك البروتيين كوم ان سوان، يعني غنخلو الشعر منفوخ ميم طون ملس شويه غير شويه، يعني تقدري تلقيه ما يعذبكش، تقدري فاش تغسليه يكون منتوف تخليه تلقيه حتى هو يجيك زوين. بقيت شحال شحال كنهضر معايا، قلت لي ما تخافيش ما غاديش ندير لك داكشي، داك البروتيين اللي كيولي الشعر غاد ناعس، غير دير بحال لابلاك بحال يدير ليها بلاك ناعس، داكشي انا ما بغيتوش. تشاورت معاها وقالت لي صافي غير جي، درنا رونديفو اليوم مع العشرة هنا. يلاه جيت لقيتهم يلاه حلوا الصالون نيت طق طق، وين دابا غادي نمشي ندخل هاك واحد العشرة هادي ياك نتايا نسبعها كلشي ديالي. بدا اول قبل ما نبدا معكم هذا الفيديو اليوم البنات، واحد الحاجه عافاكم، بقاو ديروا لي لايك الفيديوهات، راكم كتنساو كتبقاو تفرجوا كتنساو ما كديروش اللايك، انا عارفاكم بانكم كتنساو ماشي قاصدين، ولكن ديروا لي البنات اللايكات الفيديو، ترا سي تري مهمين على قيتاش كيطلعوا الفيديو لهما اللي كيهبطوا الفيديو. بغيتوا القناه ديالي وديالكم تطلع ونشهروا ونشهروا هوارا وهادشي 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 لي روتين، ما تنساوش نتوما ديروا مجهدكم وديروا لايكات وتبارطاجيو البارطاج، ماشي ضروري يكونوا في بارطاج، تقدروا تبارطاجيو غير في الواتساب مع صحابكم، فيسبوك، انستغرام، اللي عجبكم بارطاجيو صافي وديروا لي لايك. اوكي اللايكات ضروري، البنات كيطلعوا الفيديو ولا كيهبطوه ولا كيتعرفي واش الفيديو زوين ولا ما زوين، فهمتوني؟ دابا انا غادي نمشي هالسويكي، جمع معايا السويك خاصه واحد المسح عالمي مسيكي الحق، قلبي مكرفص والله تكرفص ليا، كنهزو معايا بزاف مع كبير كرفصتو. ويلا وكما كتشوفوا معايا هنا مع دخلت البنات غسلت ليا شعري، ضروري خصك تغسليه هنا البنات، راه غادي تشوفوا الغسيلة ان شاء الله لون دوما، راه الغسيلة فاش غادي تشوفوها النهار الثاني فاش غنعاود نغسل شعري ونشلو هنا، راه فاش قادت ليا شعري كما كتشوفوا راه ما دارت ليش ليه بزاف، حيت انا ما بغيتوش يكون ناعس بزاف غاد، انا غير دوزات ليا عليه البروتيين شويه خفيف خفيف للعلاج، وكذلك باش يبقى رطب شويه مي غيبقى ليا واقف. وقالت لي ما غاديش تغسلوا ليا، غادي قالت لي غادي غير نشلو ليك بالماء، قالت لي حتى الغد ليه عاودي سيري وغسليه ديك الساعات بشامبوان ديالك سون سولفات سون داكشي بحال ديال الدراري الصغار، وصافي هنا غندير ليه غسله وحده خفيفه غير بالماء ياك، حتى للدار عاود تاي الغد ليه ونغسلو ونبارطاجي معكم النتيجه ديالو كيفاش غادي تجي ان شاء الله. جاك غزال صباح الخير لي زامي، كوكو جيسبر كو فوزالي بيان، ولا فامي تكون مزيانه وكل شيء بخير، الوليدات صحيحه كل شيء بخير وعلى خير. نايضه معكم كما العاده الصباح هذا، الو اختكم حياه، قلت مشهيه نايضه اختي مشهيه واحد القهوه، هاد القهوه اللي غادي نوريكم البنات تقدروا ديروها عندكم وتدخلوها في الكونجيلاتور، وكل مره بغيتوها تشهيتوها كتهزوها. اون فيت لا موس دو كافي، هاد لا موس راه كنديرها شي وقيته الطوندوس، ولحد انا باقا دايره الطوندوس بالنسبه ليا انا، سي ميور كافي تقدروا تشربوها الناس اللي ما كيشربوش القهوه بزاف، غتعجبكم هاد القهوه هادي، هي كتجي خفيفه وكيجي فيها واحد المذاق زوين زوين بزاف، غير هو هاد المذاق البنات هو مذاق غادي تزودوا عليه واحد الحاجه واحد لانغغيديون سكري اللي غادي يعجبكم بزاف، اللي غادي يبدل لكم الطعم ديال القهوه كاريمون كاريمون بزاف بزاف. نتوما تقدروا ديروا البنات لا كونتيتي كثيره وتحضوها، انا عندي التيرموميكس ما كنديرش لا كونتيتي، يعني وقت ما بغيتها كنقادها كندير منها شي كوك صافي كافياني. هنا غادي ناخذ جوج معالقات تقريبا ما يعادل جوج معالقات باش ما عبرتي السكر غتعبري القهوه، جوج معالقات ديال السكر سنيده غتزيدي عليهم جوج معالق ديال القهوه سريعه الذوبان ياك. هنا اشنو هو لانغغيديون اللي غادي نكونوا غادي نزيدو، غادي نزيدو الفاني، الا عندكم الفاني سواء السكر فاني سواء الفاني الفري فاني لي
لي غوس دو فاني. الا كان عندكم لي غوس دو فاني غيكون حسن تعرفوا كيعطيها هي البنات واحد المذاق من الاحسن. انا كان عندي هذا وعندي لي غوس دو فاني ولكن ما قانعش مع الصباح نبقى نكرط في ديك الفانيه اللي درت هذا كان عندي هذا الكونسونطري ديال الفاني واحد شويه وزدته ما يعادل البنات جوج معلقات ديال الماء. داكشي درتي قياس تاع السكر قياس تاع الماء قياس تاع القهوه ياك وغادي تطربوهم مزيان. عندكم طراب الكهربائي مرحبا، ما عندكمش طراب الكهربائي غادي تطربوهم بيدكم. راه كيطرب حتى باليد مزيان بالفرشيطه ولا باي حاجه ولكن كتاخذ شويه تاع الوقت. انا هنايا درت لي غلاسون يعني تقدروا تشربوها نتوما سخونه اولا بارده كل واحد الذوق ديالو. انا كتعجبني بارده بما انه دابا راه الحال سخن شويه ندير حليب ونزيد عليه لي غلاسون. نتوما تقدروا ديروا الحليب سخون. هنا راه كما كتشوفوا معايا طلعت معايا لاموس طلعت هكا على هذا الشكل راه مونطات. راه هذا الشيء راه كافي تقريبا هذا الشيء فيه تقريبا 4 ديال الاستعمال تقدروا تستعملوا 4 ديال المرات. داكشي علاش فهمتوا انا كنشربها غير انا قليل في كيشربوها هما. انا كنشربها غير انا واياد مره راجلي كيعجبو كتعجبوني اكسبريس يعني ماشي من الذوق ديالو بزاف ولكن راه كتحمق الناس اللي ما كتعجبهمش القهوه بزاف اتعجبكم هكا كتجي هاد لاموس سيختو داك الفاني البنات اللي كيتزادوا فيها تيقوني الفاني كيعطيها واحد المذاق زوين اخر في شي شكل عاوتاني شكلي تاني عاوتاني شكلي تاني غرام تاني كترو راه ما خفتو منها شي حاجه كترو حيت ما كتعطيش المذاق من جد كتكون خفيفه هي فهمتوا. وسيختو هذيك لامارك ديال الكافي اللي درتها كتكون خفيفه بزاف ماشي بحال لامارك نيسكافي كتكون شويه مجهده فيها القهوه. الماء باقي هنا كما كتشوفوا معايا راه غادي نديرو على جنب شي بواطه وغادي نحطو في الكونجيلاتور. كان بريسيزي الكونجيلاتور ماشي الثلاجه حيت الا حطيتوه في الثلاجه غادي تذوب وغادي تولي ماء. اما الا حطيتوه في الكونجيلاتور كتبقى على الشكل ديال لاموس على هذا الشكل وقت ما بغيتيها كتمشي تهزي منها معلقه حيت هي راه ما كتكونجلاش كتبقى هكا بحال لاموس ما كتوليش كونجلي نهائيا واخا تبغى تكونجلا راه ما كتكونجلاش. ولكن راه المذاق كيجي ديالها خطير جربوها وردوا عليا. ونتمنى صباحكم يكون دايز مزيان. انا هكا باش بديت الصباح ديالي الكوزينه صبحات عندي مجموعه كلشي مقاد لذا قررت ندير بليزير لراسي ونتهلا في راسي واحد شويه ونحيد من ستريس كالم حياه اللي بغى يروح العام طويل اختي. وهنا البنات بالنسبه للناس اللي كيبغوا لا غورمونديز بحال لي سون غورمون حيت انا كنكون غورمون طون زون طون غادي تاخذوا واحد البواني واحد البوان واحد المعلقه واحد المعلقه ديال لا كريم فريش وتزيدوها عليها وردوا عليا الاخبار. طون زون طون خاصنا نديروا بليز راسنا وتهلاو في راسنا ونشربوا اي حاجه بغيناها وتمنيناها وعشقناها. راه العمر كيدوز دغيا والدنيا قصيره والواحد هو اللي يدير بليز راسو ويتهلا في راسو مره مره. سي با غاف تقول لي حياه راه غادي تغلاضي مي سي با غاف ندير بليز راسي ابري مونفون غلاض. هنايا من بعد ما ساليت من بعد ما فطرت ما فطرتش جيستو والله ما فطرت البنات هذاك هو كان الفطور ديالي ما بغاش ليا الفطور يدوز. مي كانوا عندي هاد الماعن كانوا محطوطين في لافافو من البارح الا لقيتو فاش بجيت نقلب قلت لكم الكوزينه مجموعه فاش جيت نقلب لقيت الا دار البارح الكريب وخلى لي لا ماشين ديال الكريب موسخه غسلتها خلى لي لاباغي ديال لي كوفخ موسخه حتى هي ولا نقيها دوك الماعن تاعو البارح حتى هما جمعتهم يعني كانت عندي غير شويه تاع الروينه ماشي بزاف ديال الروينه قليله ولكن راه دغيا دغيا داكشي جمعته درتو في الماكينه وبقى لي شي ماعن غسلته بيديه. هنا جات الوقيته ديال اللحوم كما قلت لكم اخر فيديو راه غادي نبارطاجي معكم الطريقه ديالي كيفاش كندير اللحوم. انا البنات هنا غادي تيقوني كاينين شي بنات ما تيقونيش قال لي ويلي 1500 درهم ديال التقديه بزاف داكشي اللي خديتي يا واش غندير لكم سيروا هضروا مع ليطا سيروا هضروا مع الدوله ماشي انا ما عادش تهضروا. انا الصراحه انا تقديتها بحالي بحالكم حتى انا كنمشي نتقدى. كاين شي بنات حياه قالوا لي سيري تقدي في الكرو راه كيتقام عليك رخيص الكرو. إليان سكوت إليان سكوت الكرو انا البنات ما كرهتش تمشي تقدا فيه ولكن الكرو ما كيبانش ليا داكشي اللي غادي ناخذ يوم ميم طون إليان غادي يعذبني في الكرو غيبدا يرول ليا الكرو كله مول الكرو غيجري عليا انا وإليان فهمتوا. لذا دابا هذا الشيء اللي غنبارطاجي معكم ديال اللحم هذا الشيء اللي كتشوفوا دابا ديال اللحم 500 درهم البنات 10000 ريال ديال اللحم هذه وما فيهاش اللحم الاحمر حيت اللحم الاحمر الاحمر تبارك الله ما بقيناش نشرو ولينا غير ندوزو حداه غنقولوا ان شاء الله حنا بحال المصريين ان شاء الله نقولوا بحال المصريين ولا نقولوا اللحمه ما ناكلوها حتى المره في العام انا ناكل اللحمه نهار الناس اللي لاباس عليهم ولا كياكلوا اللحمه فهمتوا. عالدجاج عالفراخ حنا عايشين عيب الفراخ
كما قلت لكم هنا خديت تقريبا انا ما عرفتش شحال غيقدني هذا اللحم، ولكن اللحم كناخذ ديما الكونتيتي هكا كثيره باش كتبقى عندي في الكونجيلاتور، وحتى ما احتاجيتها كنسلها باش ما كنبقاش نعذب راسي كل ساعه جايبه اللحم غاسله، هذاك الشيء كيدي لي الوقت فهمتوا. هادشي راه من هادشي راه كيدي الوقت بزاف فاش كل ساعه جايبه اللحم وغاسله، داك الشيء علاش اللهم نجيب اللحم بدقه واحده ونغسله. هنا راه كنت غسلته البارح بالليل وخليته كيسقطر مزيان كما شفتو كندير الباني وكنت حاطاه في الثلاجه. اليوم انا في الصباح من بعد ما ساليت فطرت لبست حوايجي وقلت نرقدو. كاين اللي غادي نرقدو هنا كاين اللي ما غاديش نرقدو، ما عنديش لقانا ليه ما قان عليش. نورمالمون كنرقدو في الحامض وفي الملحه وكنديرو، مي دابا كاين هذا تاع الطاجين. نورمالمون هنا واحد الدجاجه، قلت راجلي جيب لي معاك جوج دجاجات ديال التحمار وجيب لي واحد الدجاجه مقسومه على جوج اللي بغينا نحمروها حتى هي. هذوك الجوج كنخليهم الا جاي الضياف ولا شي حد الله اعلم الا كنا كثار في الدار. وجيب لي دجاجه وحده مقسمه على حسب الطاجين اولا الا بغينا نديرو شي هكا بحال شي حاجه. من واحد دجاجه وحده بعدا قسمتها في الميكات، درت فيها ثلاثه ديال الميكات تقريبا ولا اربعه مابقيتش عاقله، ثلاثه ديال الميكات. واحد الدجاجه درت فيها ثلاثه ديال الميكات والصدر ديالها قطعته هكا وغادي نخليه على جنب لا ربما الا احتاجيتو. ما تعرفوا البنات ربما انا كنبغي ندير لي بات وما كنلقاش الدجاج، كنلقى غير شويه بحال هكا كيبغي غير شويه نبنن به. كان المهم هذا الصدر تاع الدجاجه حيدته حطيته على جنب حتى هو في بلاستيكه قطعته، درت ليه شويه تاع الثومه وخليته على جنب. ديك الدجاجه اللي قلت لكم قطعت هذيك درتها في الميكات، خرجنا ثلاثه ديال الميكات تقريبا فهمتوا. راه الدجاجه البنات غلاه بزاف، الدجاج تا هو واش لاحظتوا بلي الحياه غلات. اي البنات اللي كيقول لي هادشي راه بزاف، راه المغرب البنات هذا الناس اللي عايشين على برا المغرب، حنا راه العيشه غلات عندنا في المغرب فراسكم، راه تقريبا ولا بحال البخي ديال اوروبا، راه غير الصالير اللي ما بغاش يطلع، اما العيشه راه غلات حتى هي. كما كتشوفوا غادي ندير لي شويه ديال الثومه بودر، انا راه غسلته البارح كما قلت لكم ونقيته ونشفته يعني منقد بكل شيء مزيان. هنا غادي ندير القشاوش ديال الدجاج. انا القشاوش ديال الدجاج كلهم كنجمعهم فواحد الميكا حيت انا ما كناكلش القشاوش تاع الدجاج فهمتوني، وكنخليهم على جنب باش الا شي نهار بغيت نحمر شي دجاجه ولا شي حاجه غير نهزهم من الميكا ونديرهم. اولا الويده ديالي البريبار ديال الوقت الويده ديالي هي اللي كتاكل القشاوش تاع الدجاج، انا ما كناكلهمش انا كنخليهم على جنب، انا كنرميهم غير كنخليهم لها هي حيت كتبغيهم، ولا كنخليهم الا بغيت نحمر شي دجاجه كنديرهم معاها كيجوا فيها احسن فهمتو. الا جاي عندك شي حد ولا شي حاجه بحال هكا. هنا غنوليكم كلشي شنو كاين في 500 درهم، راه وريتكم 500 درهم شنو خديت فيها. خديت فيها يا لاله اربعه الدجاجات وخديت فيها هكا واحد الساشيه تقريبا ديال لاداند، لا داند هذاك لا داند هذيك هذيك الكفته ديال لا داند. هنا خديت لي كويس ديال الدجاج واحد الباركيت فيها لي كويس ديال الدجاج. خديت عاود ثاني لا باركيت الاخرى خديت فيها لي 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 ستيك ديال الدجاج، لي ستيك بالمره كنبغيو نديرو لي ستيك مع الشامبينيون وهذا الشيء. المهم على حسب داك الشيء ما فيهش التنظيم، داك الشيء على حسب كل مره. هادو جابهم لي ديجا واجدين، اذا ديجا حطيتهم واجدين ما بغيتش راهم كونجلين، غير سليتهم معاهم باش نبارطاجيو معاكم تشوفوهم. هنا خديت الكفته ديال الدجاج وخديت هذاك الجنيوحات ديال الدجاج اللي كنبغي بعد مره ندير بهم داك شنو كيسموه والله ما عرفت شنو كيسموه. وهنا خديت واحد الساشيه ديال السوسيس، وهنا خديت داك سميتو الرجيلات ديال لاداند اللي كنبغي بعد مره نطيب به حتى هو. هادشي كله شحال غادي يقدني الله اعلم البنات شحال من نهار غادي يقدني. المهم انا حاطه وانا معاكم وشوفوا معايا شحال من نهار غادي يقدني في هاد الدجاج هاد اللحم. انا ما عارف هنا اللحم الاحمر البنات نهائيا واش شريت اللحم الاحمر، حيت قال لي راجلي راه غالي، قال لي راه تقريبا كنا كنشرو اللحم الاحمر اللحم الغنمي وكنا كنشرو ب 80 درهم 90 درهم للكيلو، دابا ولا داير 130 درهم للكيلو. واش لاحظتوا الفرق البنات؟ شوفوا تما شحال زايد 130 درهم للكيلو. قال لي راه تصدمت فاش لقيت 130 درهم، قال لي ما خديتوش. قلت لي صافي بلا ما تاخذوش اصلا العيد الكبير جاي ما كاينلاش كاع ناخذوه فهمتوني. واش فهمتوا شي حاجه البنات اللي كيقول لي دابا هذه 500 درهم ديال اللحم، دابا ضربوا لي حنا كنصرفوا 40000 ريال في الاسبوع، 40000 ريال في الاسبوع غير ديال الماكله والشرب اون بليس راه ما خديناش الياوخت يعني شوفوني انا ما خديتش بزاف ديال الحوايج البنات، ما خديتش باغ اكزومبل الياوخت، ما خديتش الشوكولا، ما خديتش البيسكوي، ما خديتش لي غاطو، هذاك الشيء كله ما كناخذوش انا كنديرو في الدار فهمتوني. يعني وانتم غادي تحكموا الله يحسن العوال البوفري البوفري والمسكين اللي ما عندوش مسكين الله يحسن ليه العوان قسما بالله. وحق ربي بعض المرات حنا كنقولوا ميسورين، ولكن الله يحسن العوال لشي ناس مساكين اللي كيشدوا الصالير ديال 40000 ريال في الشهر. اش غيكون في هذيك 40000 ريال في الشهر؟ غيقول لي شنو في هذيك 40000 ريال؟ واش فيها الخضره؟ واش فيها اللحم؟ واشنو فيها بالضبط؟ المهم
نتوما قولي كيسكو فزون بونسي في التعاليق. هادشي هو بعض المرات الحوايج اللي كيخلوني كنقول حياه هزي بالي زدتك وهزي ولادك وزيد اختي على براسي اللي خدمي على راسك وجمعي شويه ديال الفليسات. حتى انا هي شوفوا انا من داك النوع اللي عزيز عليا الخدمه، انا فين ما مشيت غنخدم، انا فين ما مشيت ندير الفلوس سواء في المغرب سواء على برا، انا ندير الفلوس ندير الفلوس، الا بغيت ندير الفلوس نديرهم. انا عزيز عليا الخدمه وكنفكر بعقلي فهمتوا، ماشي كنفكر زعما، ماشي كنقول لكم انا كنفكر اني حادقه ولا انا انتيليجنت انا اينشتاين ولا لا 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 لا، مي عزيز عليا نخدم، انا عزيز عليا نخدم ونجمع الفلوس وندير المشاريع وهذا الشيء. بعض المرات كنقول الحياه سيري على برا باش الا عندك الفلوس تقدر تعاوني عين الناس مساكن اللي ما عندهمش، عندي خوتي مساكن ما عندهمش، عند كاينين الناس بزاف كنعرفهم ما عندهم، الا مشيت على برا على الاقل غنجمع فليسات ونبقى نعاون الناس، كاينين الناس مساكن غنبقى نعاونهم بشويه بشويه من شهر لشهر، نعطيهم شويه شويه من الحاجه فهمتوا. حكيتك المهم هادشي هادشي كيبقى ما بيني وبين الله بيان سور، راه ما كنبارطاجيه معاكم ولكن راه كاين بامال ديال الحوايج كنديرهم في الخفاء ما كاينلاش نبارطاجيهم معاكم فهمتوني، ماشي باش تقول لي حياه مزيانه وحياه ظريفه وحياه داكشي ما كاينلاش، انا يعني انا ما يهمنيش شي واحد يقول لي حياه مزيانه ولا حياه ظريفه ولا حياه زوينه، داكشي كيبقى لي انا واش يعجبني ولا ما يعجبنيش، واش نقولوا ولا ما نقولوش، والله يهدي ما خلق. سي بون ليهم الروز مع الخضراء بحال غاتا بحال غاتاتوي مع الدجاج مع شاصوص بيستو. سي بون تو سي قال لك سولني واش سي بون تيم بيان، ما بغاش يجلس في كرسي حطيتو في كرسي، قال لك لا بغيت نجلس بحال اياد، بغى يدير بحال اياد زعما حط ليا كرسي وحط ليا حتى انا لاسيت ديالي بحال هكا وناكل بحال اياد. سي بون وين 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 شتو الرويز مع الخضيره مع الشامبينيون ومع الدجاج تيسان نعطيهم دلاه. يلا موج كوم ساش تدور الباستيك صافي يلا موج وقع ما واصل الكرسي عالي عليك نو اسيتوا اسيتوا كوريكتومو با دون تاشيز با دون تاشيز كوم ساش تبو موجي البولي با دون تاشيز تي فيا دون تاشيز نو صحة والراحة احبابي. انا ما غاديش نتغدى مازال تنطيب الروز حيت الروز ما بقاش نعاود نطيب روز اخر، بغيتي الخضرة نزيدها لك اي بون سي با غاف سيم سي سي با توا تي بو لو تان. المهم غنوريكم الشكل النهائي ديال ديال البروتيين كما كتشوفوا معايا واو شفتوا رائع. هادي هادي الغسله الثانيه اللي درت ليه غسلته مره ثانيه حيت هي كانت غسلته ليا في واو انا جو نوا لي بروتيين واو سا رونجي لي توا واو لا كلاس واو زوين زوين بزاف واو ريغا ياكم سي ليجي سوري يا جيست سي شي بالشي واو 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 الخير. انا عارفه راسي غادي نعيفكم بهذا الفم ديالي عارفه حيت انا براسي عايفه والله انا واحد العيافه ما كنجوج ما حملت كاع نشوف راسي والله ما بغيت كاع نصور هاد ايامات، بغيت نعطي الكاميرا باتساع والمرايه باتساع ولكن خاصني نصور حيت قلت لكم نحاول ما نشوفش فمي. قلت لكم هياك هي فاش قادت لي شعري دعاء كانت البنات غير قادته ليا وفاش غسلته ما غسلتوش ليا بالبرودوي ما درتش ليا شامبوان خلاته ليا غسلته لي غير بالماء وقالت لي سيري حتى الغد ليها حياه عاد غسليه في الدار. انا هي الغد ليه اليوم الغد ليه راه دوشت دابا غسلته وغير نشفته نشفتو شفتو كيفاش طلع. وانا هاد البروتيين البنات اللي دارت انا راه ما دارتش ليه البروتيين بزاف حيت الناس اللي كيكون عندهم الشعر كثير كتنزلي ليهم بزاف باش كيولي غاد. انا قلت لها شوفي انا بريتو علاج علاج للشعر ماشي بغيتو انه بروتيين بغيتو بلوتو علاج للشعر يعني باش الشعر يتعالج. وشوفوا راه ما نعش بزاف ما نعش بزاف حيت انا فاش كننشفو ما كنشفوش على هكا كنشفو كنضرب به هكا باش يتنفخ فهمتوني باش يولي من فوق يعني دابا شعري غيبقى ليا دائما هكا ملصق طبر 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 ما عرفتش شحال المده كيبقى يطلع صراحه زوين وما فكرتش ليا انا درت ليا غير شويه ما خلوني اختي نصور حتى شي حاجه. قلت لكم انا راه قلت لها شوفي دعاء راه ما بغيتش شعري يكون ناعس يجي هكا بلا انا راه ما عاجبنيش داك البلا. قلت لي صافي ما تخافيش اللي دارت لها دارت ليا هي فاش كدير ليا لي سوغ ما كتغركش بزاف كدير غير شويه وكتعاود واحد جوج ثلاث مرات وكتحيد باش الشعر يبقى من فوق شويه فهمتوا حيت انا ما بغيتش شعري يكون ناعس حيت انا ما عنديش شعر كثير كثير بزاف عندي شعري على قد موايان وسي بون يعني انا ما قليل ما كثير. المهم
هذا هو الشكل النهائي ديال البروتين. كما كتشوفوا معايا كتبقى الزغبه كتبري واللون كيتفتح كيولي عندك واحد اللون متفتح جدا، يعني كيولي عندك انا اللون شعر شعري ها هو اللون تاع شعري. انا اصلا من تاع شعري مانوش كحل مانوش قهوي، صهب واحد شويه صهب بحال انت حجباني هكا. وهو فاش درنا البروتين راه تفتح ولا شوكولا ولا ماغو شوكولا، فهمتوا؟ يعني اللي بغا دير بروتين تمشي عند دعاء والله العظيم زعما راه غادي تقاد لكم بروتين مزيان ودير لكم ما تتنعس لكم، حيت كاين ناس كينعسوا داك الشعر كيردوه ناعس بزاف زعما كيعجبنيش. اللي عنده كثير اه ينعس الشعر، واللي ما عندوش كثير راه يدير غير خفيف شويه. انا بغيتو غير خفيف على قيتاش الدواء كما قلت لكم، قلت لها عافاك قالت لي صافي ما تخافيش راه ما غاديش نعسوا لك بزاف. اون بليس قالت لي شعرك قطعت لي شويه معايا سخيه، قطعت لي شعري شويه باش يطول لي دغيا. ولي دائما شعري دابا فين ما نخرج من الدوش غادي غير نشفو، خصكي غير تنشفي فاش تخرجي من الدوش خصك تنشفيه وتغسليه بشامبوان سون سولفات. يعني تقدر تغسليه بعدا داك الدري صغار، الناس اللي ما لقاوش تاع سولفات ما عرفوش الماركه سولفات تاخذوا غير تاع الدري صغار، عرفتوا تاع الدري صغار شامبوان تاع الدري صغار تغسلوا به شعركم صافي هو هذا. لا بغيت نهضر معكم حق الله العظيم، ولكن صراحه فمي تشوف مو بحال يدير ليه البوتوكس، ما كيبان لكمش فمي من فوق بحال يدير ليه البوتوكس، فمي مريض كله من فوق. هاد العجب خرج فيا الله اعلم شي عوينه قال لي البنات، قلت للبنات الميكروب كنقول لهم الانستغرام راه الميكروب ديال الحلاقم اللي خرج لي هنا، كيقول لي لا حياه راه داك غير عوينه. والله اختي ما عرفتها واش عوينه واش ميكروب، والله اختي ما عرفتها شنو هو. مي سي ترو سي ترو، ما بغاش يمشي هذا الشيء. درت الدواء درت كل شيء ما بغاش يمشي، عيط نضل. ملي حسيت بها بغات تجيني وانا كندهن في لي بوماد وكندهن وكندهن حتى شي حاجه ما بغات تمشي، حلفت لي بغات تمشي، يا عاده كتزيد تخرج. انا كنزيد كتزيد تخرج. نعم يا بصحتك وليدي كلو، يا جلس بلاصتك وكل سير خذ كاس ديال الحليب بصحتك كل يا باميوك حرشه. يلا ديكو بغا يد الحرشه، ديما نقول لك نشارك الحرشه تقول لي لا. لا قلت حرشه تاع خالتي هي. ها انتم حتى فمي مسكين وليت نهضر بفمي عواج هاد الواحد الجهه، ما عرفتش اختي شنو هادشي واش عوينه واش ما عرفتش كذب عليكم والله ما عرفت. المهم اشعيراتي يوبي يوبي صافي ندير هكا دابا كل نهار غنبلي كنبان لكم مقاده في الفيديو، ما يبقاش شعركم شعكك مرون منكوش من ديما غيبان مسرح. شغي كومو تي تخوف لو بروتين سافا سي بو سي اون بون افير توجور تشفي سون بيان كوم سا. فاش كيطلع الناس اللي ما عارفاش فاش كيطلع راه كتمشي تعاودي غير لي غاسيل، فهمتي؟ ما كتعاودي الشعر كله كيطلع كتعاودي لي غاسيل و سي بون كتعاودي ليهم بشويه بشويه سي بون. ولكن صراحه هو ما كيحرق الشعر، انا ما انا دغيا قادت لي حيت انا شعري قصير دغيا قادت لي. اون بليس انا ما كتورقش ليه ما كت حيت هو نورمال كتاخذ الناس كياخذوا فيه 4 سوايع 5 سوايع على حسب. واحد البيبي الله نهدم النعال، واحد البيبي الله نهدم النعال. دابا غنقدر ندير اي مشطه بغيتها سون بروبليم باسكو عندي الشعر ارطب. هاكا اي حاجه بغيتها شعري اصبح ارطب. عرفتوا داك كتقولوا الشعر رطب او شعرها رطب من عند الله، غا كضربوا بالماء وكينشفوا كيرطب بحالك. شعري رطب من عند الله غير نضربوا بالماء واخا يتكب عليه الماء كيبقى رطب. دابا ما كاين لك ما كاينش نقد شعري ونقولوا بلاتي واحد 3 ايام تندير البروشينغ عاده يتقاد عاده نغسل شعري. لا دابا نغسل شعري وقت ما بغيت، نغسل اليوم نغسل غدا نغسل وقت ما بغيت ما عنديش مشكله. حيت فاش كندير البروشينغ كنقولوا بلاتي اليوم بلاتي غدا ما نغسلش شعري، يلاه درت بروشينغ باقي جديد كتخاف شعرك كتحرق. دابا ما كاين لا حريق لا جوج شعر مقاد. اون بليس الا بغيتي البوكلاج راه تقدري ديريه، البوكلاج كديريه بابيليز ولا بلا ليسور كتقدري ديري فيه البوكلاج. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم البوكلاج تقدري ديريه فيه، فهمتوا؟ ماشي ضروري انك تبقي الا بغيتي تنوعي ولا شي حاجه. بوم دعوا معايا الله يرحم لكم الوالدين، دعوا معايا انا تحيد ليا من هاد السخانه. فما بقيت حملها ما بقيت نشوفها فمي طاب لي ما قدرت بغيت ناكل كنظن حتى ما درت والو حتى لي زفت من الداخل بداو كيجوني. يعني من هادشي تاع برا جو بونس ميم الانتيغيور سا كومونس انفيرمال حقا. هادشي خرج ليا من برا وخدمت كيخرج حتى من الداخل، جاوني لي زفت من الداخل بدا كيضرني حتى الداخل ديال همي.
تقرت قرات تقرت والله ما عرفت هادشي البنات حشومة عليكم. داك اللي عناني الله يعطيه الخير الا ما يحيد العنية ديالو. هاي مطلع اجي ياد شوفوا هذا فين طلع يلعب. شوف قال لك خرج مع الدراري طلع فوق الطوموبيل يلعب فيه. هاي نقز طاي طيح شويه عليك شويه عليك راه بيطيح. لا خليه خليه يلعب ايدي خليه خليه راه يعيلي اكسيتي المافي غير خليه غير خليه خليها ايدي يلعب خليه يلعب خليه صافي يلاه ما تلقز يلاه نصت با يلاه نصت با يلاه دوس با يلاه دوسمون دوسمون جو دوسمون خليه عي خليه ما طيح خليه يلعب خليه يلعب. المهم جالسين كيلعبوا حدا الدار حدا الدار مجموعين كلهم ولا دخلت عا كلشي ولا دخلت هادو يلعبوا خرجوا هكا في العشيه كيبقاو يلعبوا. ودير هضر حجيبه ياك وانا هادي ظهري عطيت هاد الشجره دابا يشربوا هنايا باش داكشي ما داكشي الديره خاصهم شحال باش تقادي ها هما كيلعبوا. شو ايليا ما كيلعب شوفوا هادي دار مهديه هادي دار مهديه ملي كنت في الجزر شوف كيفاش درت لي يديا بالجرده كنت كنغرس هو انتم كيلعبوا كيلعبوا ع بيناتهم ورا بيناتهم وامين وامين راه بيدخل في شي واحد شو ايليا كيلعب شوف لا لا ماشي انا كيكذب عليك راه ماشي انا ما قلت لي بصفة طوما والو كيكذب عليك وراه كيتفلع عليك شوفي كيلعبوا هنا حدا الدار نو فات ما عندهم حتى شي واحد عمل لي غير خوتي ولاد خوتي ولاد مهدية ولاد حجيبة وولادي انايا خرج دري خرج ايليا يلعب كنبقى حدا نخاف عليه هذا يوخا مقابلوا ليا اياد ولكن كومي نبقى حدا واحد شويه نشم الهواء ونشوف فيش اللي يعجبني فاش يبقى يلعب هكا يبقاو يلعبوا كيك في التراب يعجبني حتى من بعد نحط ليه سطل كيطيح دوده كياكل كيتعشى كيدوش كيطيح دوده صافي دوده نعم